هاي أكثر مرة ابتعد بها عن أهلي، مرت شهرين على البعد بيناتنا، سوري ابتعد بها شهرين لكن حسيتهم سنتين، والبعد هذا ما راح يفرق شيء ولا يأثر بشيء من محبتي لكم. وأريد أوصل سلامي لأختي بالعراق وأقول لها إنه اشتاقيت لك هواية، سنتين صار لي ما شفتك. العيد يمنا شوي صعب لكن إن شاء الله إن شاء الله يكون هذا العيد نهاية كل مشكلة صارت، إن كان بالعراق أو بالدول العربية كلها. إن شاء الله تشوفوني بأقرب وقت وأكون حامل لقب نجم الخليج. اليوم لا يوم ما مر علي، ومنين اجيب منين يصعب علي. اليوم لا يوم ما مر علي، ومنين اجيب منين يصعب علي. ويمكن من عاهلا يمكن غيره هلا تأخر علي ناس مها بالي عليه مشغول منه اللي منعه. أخر علي ناس مو هذا طبعا بالي عليه مشغول منه اللي منعه. ويمكن منعاه لا يمكن غيره لا. اليوم لا يوم ما مر علي، ومنين أجيب منين يصعب علي. ويمكن من عاه لا يمكن غيره لا. أهلك سبب يهواي من عاني منك، أسأل الرايح جاي روحي عنك. أهلك سبب يهواي من عاني منك، أسأل الرايح جاي روحي عنك. ويمكن من عاه لا يمكن غيره لا. اليوم لا يوم ما مر علي، منين اجيب منين يصعب علي. ولك يمكن من عاه لا يمكن غيره. هيدا داني اللي طل وهيك لازم يضل. داني حبيب قلبي عافية. وليش مو يمكن عافوها هلا؟ يعني ليش مو يمكن عافوها هلا؟ ما يعفو والله يمنعوه صدقني. بس يمنعونه. عافية عليك. الله يخليك. عافية عليك. تفضل اليوم انت لي مناظر يهدي الاعصاب. زين خليك تكلم. اليوم أدائك ممتاز داني، يعني فرقت علي وايد. بس أنا صريت إني أسمعكم ضحك. أمان يسوي لنا الحركة. الحركة هاي أي حركة؟ لا ما يزبون. خلاص ما بتكلم خلاص. أوكي يعطيك العافية. أول مرة ما تنتقدني. يلا كنا مع بعض. داني 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 داني. يعطيك العافية.